يمتصوا الضغط هذاك سيتور نتاع الماتش لي 20 25 برومير مينوت. معناها احنا ندخلوا ونجري واحنا بريتم تاعنا نجحنا في هذا. دوزيام ميتون كيف كيف جرينا المباراه، الورقه الصفراء اللي خذاها كوليبالي كانت بكري شويه، دونك حبينا نستحفظوا عليه سيرتو. معناها اللي في كل وقت كان ينجم ياخذ الورقه الصفراء الثانيه ويخرج، نقعدوا نلعبوا ب 10، دونك كنا اونتيسيبي ورجعنا معناها غايث كوم بيفو اكسيال باش نكملوا معناها ب 11 لاعب كاملين. نظرا للضغط اللي كان مسلط على كوليبالي في كل مره كنا نستناو ينجم يمد له معناها صفراء، معناها سواء ميريتي ولا مش ميريتي، ولكن احنا انا ايفيتي تو سا، وهذاك علاش قمنا بتغيير كوليبالي. بعدين قمنا بتغييرات اخرين هجوميه، حبينا نوصلوا معناها للكاش تاع ليكيب ادفيرس ونسجلوا. جاتنا دوز اوكازيون كنا نجموا نسجلوا معناها على اثرهم، ولكن عموما اهم شيء معناها حبينا نروحوا بلي 3 بوان، ولكن ما جاوش 3 بوان. راضيين عن المردود نتاع اللاعبين وخاصه لونفي لونفي اللي متعودين بيه لقيناه الماتش هذا. فاحنا قلنا كل ماتش ناخذوه ونيغوسي لي 3 بوان، لي 3 بوان تاعنا. اليوم جينا باش حبينا ناخذوا لي 3 بوان، ولكن مالوروزمون ما تبعتش الكره ولي زوكازيون اللي جاو لينا احنا. الحقيقه ما شفناش دي زوكازيون للنجم، ما شفناش دي زوكازيون معناها اللي هدونا معناها وخلونا اون دونجي، كيما جاتنا احنا في اخر مباراه مع بن حموده، كيما جات الحمدو، كيما جات لزياد بريمه. ولكن مش مشكل، احنا قاعدين توا كيما قلت لك انا بخي لو تران ماتش، قاعدين نشوفوا في اللاعبين نتاعنا، قاعدين نرجعوا في الروح خاصه اللاعبين نتاعنا لقيناهم معناها على المستوى ذا لقيناهم معناها بعاد. دونك بشوي بشوي قاعدين نشوفوا في اللاعبين نتاعنا قاعدين يحيوا على المستوى الذهني وقاعدين يرجعوا للمستوى اللي حاشتنا به. توا قاعدين نكملوا معناها الشامبيونات كيما قلت لك ماتش بار ماتش، واللي باش يصير في الاخر مرحبا به. كان فما ضغط كبير مسلط على الفرق الاثنين، ضغط كبير على الفرق الاثنين، دونك مفهوم هذا الضغط الكبير نتاع الجمهور، الضغط الكبير اللي قاعد يصير قبل المباراه، دونك باش يخلي فما تونسيون، باش يخلي فما تونسيون، وهذاك اللي صار فما تونسيون في المباراه هذه. ولكن فنيا على المستوى الهجومي احنا كنا خير من النجم اليوم، معناها النجم على المستوى الهجومي ما خلقش دي زوكازيون، احنا خلقنا، كنا نجم نسجلوا ما سجلناش، ولكن ما تنجمش تشوف برشا كوره في 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 وضع كيما هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا به جمعه كامله قبل المباراه. لو كان جا لي تان نورمال وخذيناها كمباراه كره قدم عاديه كانت تعدى مستوى خير من هكا فنيا، ولكن الضغط يتسلط على اللاعبين واللاعبين سي ديزيت رومان، دونك ما تنجمش تطلب منهم اكثر من هذايا معناها. دونك ان شاء الله نخلطوا اللي تحكي فيه انت ونوليو معناها نحضروا ماتش ونحسبوه ماتش كوره ونلعبوا الكوره للكوره.